ولدك هذا الذي أكرمك الله به، هذا المولود الذي وهبك الله عز وجل إياه، إنما هو منتج على أعلى درجة من درجات السلامة. كالسيارة التي تخرج من مصنعها، أفيها عيب؟ الجواب لا. فكيف بمولود خلقه الله عز وجل، ثم وصف هذا الخلق فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين في زيادات في الحديث ويضرب مثلا فيقول: كالإبل، يقول كالإبل. ما لها الإبل؟ قال: تولد جمعاء. إيديها كاملة، رجليها كاملة، ودنها كاملة، جسمها كامل، شعرها كامل، عينها كاملة. قال: تولد جمعاء، فهل تروا فيها جدعاء إلا التي تجدعونها أنتم؟ يعني شفتوا قرن مكسور إلا بعد ما كسرتوه أنتم؟ شفتوا ودن مقطوعة إلا ما قطعتوها أنتم؟ شفت رجل مكسورة إلا بعد ما كسرتوها أنتم؟ فالله عز وجل يخلق الخلق هكذا. ولذلك تأمل معي في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها، ها انت معايا ولا ايه؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ايه بقى في الكلام ده؟ أن الله حينما خلق الأرض والسماوات خلقها سليمة، هو ده الأصل. البحر سليم، والبر سليم، والأرض سليمة، والجو جميل، والشجر جميل، وكل حاجة مية مية. طب الفساد جه منين؟ مننا. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هي كويسة، هي تمام، ودول هيفسدوا فيها؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ولذا أحبتي الكرام، كل فساد في الأرض بما كسبت أيدي الناس. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس، لأنه ما هوش جاي معاه. الفساد مش جاي في السماء وفي الأرض وفي البحر، لا، ده هي خلقت على أصل الجمال والكمال كله. وبعدين الفساد جي منين؟ بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذا ربك سبحانه وتعالى حينما قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أعظم الظلم أن توقعه أنت على ولدك، لأنه ليس هناك أحب إليك من ولدك، فهو ميراثك الذي تترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
هو ده اللي باقي لك. ومع ذلك نرى الكثير من الناس يظلمون أنفسهم بظلمهم لأولادهم. انت دورك اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدك في الدنيا عشانه، مش علشان تأكل وتلبس وتشرب، لا. قال الله عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحتة دي ما تشيلش همها قوي، تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وكلوا من مش من كسبكم ولا من عملكم ولا من وظائفكم، ولكن امشي في الأرض والله يرزقك. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحانه وتعالى. انت ليك دور تاني خالص، وهو ان تربي هذا الولد كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. ناس كتير تركت هذه المهمة التي من اجلها كرمك الله. عارف ليه ربنا قال وبالوالدين احسانا؟ عارف ليه ربنا قال ووصينا الانسان بوالديه حسنا؟ مش علشان هي بتاكلك وتشربك امك وابوك، لا، لان ابوك وامك بيربوك. ما استحق الواحد منا مدح الله له في جمله مدحه للوالدين الا بقيام الوالد والوالده بواجب التربيه، بواجب التوجيه، بواجب الرعايه. قال الله عز وجل في كتابه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ما قالش جوعا ولا عريا، ده مفروغ منه، لكن انت دورك ان تقي ولدك شر النار، ان تقي ولدك شر جهنم، ان تقي ولدك شر الضلال في هذه الدنيا. فانت مطلوب منك علشان تستحق مدح ربنا ليك في جملة: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، انك تقوم بدورك. وكان هذا واضح جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح حينما ركب ابن عباس رضي الله تعالى عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي، مش قال له اطع، امسك كويس، خلي بالك، هنجري، هنقف، انت كويس، انت نمت، ما انت بتستغل كده وقتك مع ابنك راكب وراك المكنه، بتقول له ايه؟ امسك كويس، اوعى تقع من ورايا، اوعى المطب اللي جاي، اوعى تنام، انت خايف عليه، انت خايف عليه. لكن سيدنا النبي كان له شأن تاني، موضوع تاني: يا غلام، ها ان فرصة معاك ابنك، علمه، علمه، قل له يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، جفت الصحف. يجي عمر بن أبي سلمة، وده ربيب النبي ابن زوجته ام سلمه، يعني الرسول بالنسبه له جوز امه، تمام؟ ويجي يقعد في حجره ساعه الاكل والولد صغير، تطيش يده في الصحفه، فيعلمه النبي. دورك، فيعلمه النبي ويقول: يا غلام، يا غلام، يمسك ايده كده بحنيه، يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، بيعلم. ده دورك. انت تنازلت عن دورك هذا الفيسبوك، صار ولدك الآن أسير لهذا الهاتف في يده، صار أسيرا لليوتيوب وقنوات اليوتيوب، صار أسيرا للألعاب بابجي وغيرها، صار أسيرا لصاحب السوق. أنت فين يا ابني؟ أنا مع أصحابي. طيب خليك مع أصحابك. طب وأنت يا حاج؟ طب وأنت يا حاج دورك فين؟ حينما يستبدل الولد الوالدين بالأصحاب، هذا أمر خطير جدا، هذا جوع تربوي، جوع اجتماعي، حرمان أسري. فبيضطر ان هو يقول لك: طب انت بقى خليك في حالك، انت في جنبي كده، وانا هتصرف انا واجيب رجالتي، انا امشي معاهم، اصاحبهم، اخد منهم وياخدوا مني. صار ابناؤنا في هذه الايام للاسف الشديد يريدون ان يفروا من اسرهم
وده خطر عظيم جدا يسألك الله تبارك وتعالى عنه. تربنا لما بيحاسب يوم القيامة بيحاسب على لقمة أكلت شربت، لا ده بيحاسبك على حاجة تانية خالص خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، قال ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي رعية عند أي مسؤول، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اوعى تفكر انت لما تقوم تصلي الفجر وعليك نايمين يبقى انت كده تمام، هي حاسبك. اوعى تفكر لما تكوني لابسه الحجاب، وهذا بنشوف الكلام ده، ان هي لابسه النقاب والجوانتي والعبايه والخمار وحاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، وبنتها عريانه جنبها كما ولدتها امها بالاسترتش والبادي والريحه والشعر المستاب، ايه ياما دي يا ست الكل؟ لا من الحمد لله لابسه، انت لبستي لنفسك، ربنا يحاسبك على دي. موضوعك ايه؟ حكايتك ايه؟ انت عم الحج، انت اللي دقنك لسرتك، اين اولادك في الصلاة؟ واين الحجاب عند بناتك ونسائك؟ ايه موضوعك؟ لا من الحمد لله كويس بروح الجامعة اصلي، ما يكفيش ما يكفيش، وامر اهلك بايه؟ الصلاة. ما بيسمعوش الكلام، واصطبر عليها. أنا مش فاضي، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فبالتالي لابد أن احنا نخلي بالنا أوي من الجزئية دي، أن الله عز وجل يعطيك الولد على الفطرة السليمة السوية، فإذا فسد فأنت الذي أفسدته، فأنت الذي أفسدته بتقصيرك في تربيته وتوجيهه، فإن الله سائلك عن ذلك ومحاسبك على ذلك. اتقوا الله عز وجل في أولادكم قبل أن يسرقوا منكم، قبل أن يسرقوا منكم وتغير عقائدهم وتغير أفكارهم وتبدل انتماءاتهم وأنتم عنهم مشغولون. فإن الله عز وجل في كتابه قال كما قلت سابقا، قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي.